بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبي. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معي في فيديو جديد، حياكم الله معي بيوم جديد. اعذروني على الانقطاع الطويل هذا، اللي مثلكم يقدر أنه أنا قاعدة يعني نقلت من بيت البيت، وتعرفون التجهيزات الأخيرة بالبيت وكذا، فالتمسوا لي عذر إذا تأخرت عليكم الفيديوهات، لكن هذا إحنا عدنا والعود أحمد بإذن الله تعالى. بكرة إن شاء الله، بكرة ها بكرة ولا بعد بكرة ما أدري، الله أعلم، جولة في مطبخي. الحين تعالوا معي خلونا نشوف وردة دمشقية إيش في عندها، وبعدين ندخل معاكم كذا فيديو التنظيمات والترتيبات. جيبي حاجة علشان تشربينها ويلا معاي كذا بلشي الفيديو. يسعد لي أوقاتكم يا رب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، فيديو على طلبكم. كتير في صبايا عم يقولوا لي احكي لنا عن صابون الغار، بالأخص لما يعني كتير بصور لكم بالسناب أنه أنا بستعمله، وأنه هذا الصابون شيء أساسي ببيتي وما بيخلص أبدا عندي، ويعني هو تقريبا صابون الجسم الوحيد اللي أنا بستعمله. دائما لما بتوصلني أسئلة أنه شو بتستعملي كريمات، شو بتستعملي، والله عن جد أنا ما بستعمل ولا شيء. الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، يعني الحمد لله، الله يبارك لي أني أنا ما بستعمل إلا الغار. وأنا متأكدة أنه لو بتستعملوا الغار رح تستغنوا عن كل الكريمات وهالأشياء هاي اللي معبية الحمامات، لوشنات وما بعرف شو، لأنه أهلينا ما كانوا يستعملوا إلا هذا الشيء بس. كتير ناس بيستعملوه بيقولوا ما استفدنا، ما له منيح. ليش؟ لأنه ببساطة أنت ممكن تستعملي صابونة الغار بس ما تكوني عم تستعملي الأصلية، يعني تكوني عم تستعملي صابونة تقليد الغار، أو مثلا ما لمعتقة، ما لمنيحة، مو مصنوعة من أشياء طبيعية. أنا هلأ بهذا الفيديو رح أحكي لكم كل شيء عن صابونة فيها زيت الغار، وفيها زيت حبة البركة، وفيها مادة صابونية، ومجمعينهم كلياتهم بشوية مي وتركوهم يغلوا لعدة أيام، يعني الصابونة هاي ظلت تغلي أيام متواصلة. وزي ما شفتم معاي ما شاء الله تبارك الرحمن، ما يحتاج أتكلم على جمال حسابها. فوتي وخوذي فر على الحساب، استمتعت وأنا أتفرج. أول مقطع ركبه كذا داخل فيديوهاتي، وانا ما ابغى الفيديو يعني خلص من كلامها، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. بخلي لكم رابط قناتها تحت في اول كومنت مثبت، وكمان في صندوق الوصف. الله يوفقك يا حبيبتي وبالتوفيق ان شاء الله. الحين تعالوا معاي نبدا كذا تنظيمات وترتيبات مطبخي. اول حاجه بلشت فيها اللي هي الاكياس. خلاص الحين عاد دور ايش؟ دور التنظيمات العميقه اللي من داخل، جوا الدروج، تشيك على علب البهارات، تشيك على علب المكرونة، فهمتوني؟ بديت كذا أول شيء مع درج الأكياس. الأكياس اللي تجي من البقالات، تشترين مقاضي البيت، مقاضي الشهر اللي أنت حابة تسمينهم. تصفطينهم بطريقتين، الطريقة الأولى الطريقة المعتادة اللي هي طريقة السمبوسة اللي كنا عارفينها. الطريقة الثانية أتمنى أنها تعجبكم، أول مرة نجيبها لكم، وأول مرة صراحة أشوفها باليوتيوب، اللي هي عن طريق مطاط، أحط مطاط عليها وخلاص. تحميل الدرج من الفوضى، من الكراكيب. أنا أحب لما أفتح الدرج أشوف داخلي كذا تغذية بصرية، ما أحب أفتح الدرج وألقى كراكيب، أشياء مكبكبة، أشياء منكوشة. وإن شاء الله بإذن الله تعالى بس أركض تماما ببيتي إن شاء الله، كذا بسوي معاكم أشياء حلوة للتنظيم والترتيب إن شاء الله. بتشوفونها حاجة كذا اسمها سحر الترتيب، أتمنى يا رب كذا أنها تعجبكم إن شاء الله. كمان انتظروني بجولة في مطبخ إن شاء الله، مجهزة لكم كذا جولة على كيف كيفكم، وبحكي لكم سبب تأخيري وليش أنا تأخرت بالجولة، وأشياء كثيرة واجهتني وبعض الخيبات، لكن الحمد لله على كل حال. كل شيء بالحياة يخلص، ما في شيء يدوم، وكل اللي راحوا للقبور ما خلصوا أشغالهم. زي ما شفتي كذا لفيت الهذولة وحطيت عليهم مطاط قد ما قدرتي. حاولي تخليه عندك داخل الدروج منظم، داخل الدروج مرتب. لا تجمعين كراكيب عندك داخل الدروج ابدا، لانك لو جمعتي كراكيب داخل الدروج بتجي لحظه تعجزين انك تسيطرين على مطبخك وعلى بيتك. انت اليوم فاضيه، والله اليوم بدخل غرفه عيالي برتبها، بكره انا فاضيه
مو مهم انه البيت محيوس، مو مهم تدخلين مثلا المقلط تلقين المقلط وسخ، مو مهم مثلا تدخلين المخزن تلقين المخزن منكوش، لا، المهم انك لما تفتحين الدروج تلقين الشيء نظيف، تطلعين السجاد تلقين السجاد نظيف، تطلعين الثريات الثريات نظيفة، تطلعين الستاير الستاير نظيفة. انا كذا ادري انه بيتي نظيف، لكن كون اني انا بنتي تلعب وتحوس تكب مخدات بالارض وتكب فاين وتكب ما ادري ايش، شيء طبيعي، شيء فطري تحت اي منزل فيه اطفال. لكن انا اتكلم على الفوضى اللي داخل الدروج، الخبايا احنا نسميها، فهمتيني؟ هذا الشيء مره مهم وضروري انك تعرفينه. يعني الحين جيت هنا كمان للسله الثانيه، كمان انظمها وارتبها واشيل الاكياس اللي فيها. هذه الاكياس مش اللي دائما نستخدمها، لا، هذه الاكياس ما تستخدم الا للزباله الله يكرمكم، فهمتوني؟ بحط فيها، احطها داخل سطل الزباله، يعني استفيد منها. طلعتي تبغين تحطين شيء، خلاص بوريكم ان شاء الله وقت التنظيم والترتيب كيف داخل الدروج. المطبخ طبعا نفس مطبخ القديم زي ما قلت، مو مطبخ جديد، بس انك كبنا بالمطبخ علمتكم الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. في اشياء واجهتنا بتكلم لكم عليها ان شاء الله بفيديو الجوله بعد بكره بمشيئه الله تعالى. كذا انا خلاص رتبت درج الاكياس، طلع مرتب ومقطقط زي ما تشوفون، طلع حلو. تعالوا الحين اوريكم حاجه ثانيه. الحين هنا يا حلواتي ابغى احط كل الصوابين والاشياء اللي مو دايم استخدمها، هذه الاشياء الكبيره حقات التعبئه اعبي منها العلب الصغيره. وهنا احط درج سله للمعطرات، بوريكم هنا معطرات يا بنات، مره فظيع فظيع. هذا هو يا بنات، هذا اسمه، خذيته بخمس ريالات فقط. يا الله ايش قد حلو، ايش قد حلو، ايش قد حلو بالارض بالبيت. احب كذا ابخر امسح الارض فيه وبعدين احط معطر، انا ما احب بعد البخور، لا، احط معطرات كذا حلوه حلوه. وهذا يا بنات لا يفوتكم، فظيع 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 بالعطور الشرقيه، معطر ارضي بامتياز، مره حلو وثابت. تمام، رتبت كذا الدرج، والحين ابغى اعبي السله واحطها مكانها. هذا السلال اللي احنا رتبناهم مع بعض زي ما تشوفون، اذا بغيت شيء خذيته يعني. وهذا درج الزباله الله يكرمكم. الحين جيت هنا كمان للفوط اللي تشوفونها عندكم، الفوط حقات الاستخدام اليومي سواء تجفيف المواعين. شلت الفوط وجبت الورقيات اللي مو دايم استخدمها، فهمتوني؟ قلت احسن ما احط الورقيات مع بعض. مثلا انا ابغى الاطباق الورقيه عشان لو زاد عندي اكل اروح اوزعه، مثلا ابغى مثلا اوراق السندويشات، ابغى اوراق الزبده. هنا حطيت الاشياء المغلفه اللي انا ما استخدمها دائما، فهمتوني؟ والاشياء اللي انا دائما استخدمها بحطها ان شاء الله بسله ثانيه، انت اعتمدي الطريقه هذه، فهمتي علي؟ علشان ما يصير عندك فيه فوضى داخل الدروج. السله اللي دائما تسحبين منها حطي فيها بس الاغراض اللي تبغينها، والسله الثانيه حطي فيها الاشياء اللي ما تستخدمينها دائما، عشان ما تصيرين تسحبين وتسوين كركبه داخل سله اصلا انت ما تحتاجين اللي جواها. اما مثلا شريتي ورق زبده مثلا ثلاث حبات، خذي واحده خليها معاك واثنين حطيها بالسله اللي ما تحتاجينها، وهكذا. انا كذا سويت. تمام، خلاص رتبت كذا وجيت هنا عند درج الكاسات. زي ما انتم قاعدين تشوفون لما ترتبين اول مره سبحان الله تحسين انك الترتيب ما جازك، بس عشان تشيلين عليه العين، بعدين لما تركزين وتثبتين تبدين عاده ترتبين وتزينين. جيت هنا كمان للمناشف ابغى اطويها. انا عندي تعليق صغير حابه اتكلم عليه هنا، اتمنى من كل قلبي انكم تسمعونه مني. في الفيديو اللي انا عرفت فيه غرفه سارونه، تمام، وحكيت فيه انه يا بنات بالنسبه للسجاد اللي انا ركبته عندي في بيتي، تمام، البعض يقول لي يا ام ساره ليش ما حطيتي فاتح، البعض يا ام ساره يقول ليش ما حطيتي ما ادري ايش رمادي ما ادري ايش. قلت لكم داخل الفيديو انت فقط متفرجه، تمام، وانا اللي بشتغل. طب انا صادقه في كلامي، فهمتوا علي؟ ليش تحور كلامي خطا؟ انا المقصد من كلامي واضح، انا حطيت اللون البني علشان يتحمل معاي وكد. انت كمتفرجه بالنظر بتحبين اللون الفاتح اكثر، بس العمده على راعيه البيت اللي تشتغل داخل البيت، تحط الشيء اللي هو يناسبها. ودائما انت خذيها قاعده في بالك، تبغين تحطين شيء حطي شيء يناسبك انت، ما عليك من الناس. يعني تخيلي انا اروح احط في بيتي ابيض عشان يقولون والله حلو بيت ام ساره، طيب انت قعدت كذا من ورا الشاشه بس تناظرين ام ساره ما شغلتها غير تكرف وتمسح، فهمتوني؟ فانا ماني عارفه ليش دائما كلامي يتحور خطا، احس في ناس كذا تتصيد علي شيء، تتصيد علي حاجه، تتصيد علي كلامي. كان يعني جدا عفوي وجدا واضح، عاد اللي يحبني يبغى يقول كلام ام ساره صح، واللي ما يحبني والله لو اقول لكم انا ملاك منزل من السماء يعني ما حد راح، بيطلعون فيني 100 عيب كمان، ما راح اسلم.
فرضاء الناس غاية لا تدرك. بالنهاية فعلا أنت فعلا متفرجة، لأن هذه اللي خلف الكاميرا قاعدة تصور لكم هي اللي تكرف وهي اللي تنظف وهي اللي تسوي وهي اللي تعمل، وأنت في بيتك كمان أنت اللي تنظفين وأنت اللي تسوين وأنت اللي تعملين، فهمتوني؟ طيب أنت يوم سارة تقولين أبغى رأيكم بعدين تزعلين، لا أنا طلبت رأيكم فقط في التلفزيون اللي هو طاولة التلفزيون، الطاولة اللي حطها بالنص فقط، أنا ما جبت طاري نهائيا، ما جبت طاري نهائيا الموكيت أبدا، بالعكس آراءكم اللي قلتوا ليها بطاولة التلفزيون والله خذيت الأغلبية، وبتشوفون إن شاء الله بجولة في بيتي على رأيكم أنا مشيت. لكن الموكيت أنا أبدا ما طلعت وقلت أبغى رأيكم في الموكيت، لأني خذيته عن قناعة، أنا خذيت البني عن قناعة، أنا مجربة الرمادي عزر بتعزير، شغلتي ما غير أمسح فيه ليل مع نهار، أتعبني أتعبني ببيتي بالقصيم هلكني، أنا مجربة ترى الشيء هذا يعني، حطيت بني علشان يتحمل معي علشان يكد. فلما قلت أنت مجرد متفرجة يعني أنت ما تشتغلين ما تنظفين، مصارة اللي تشتغل وتنظف، عاد خلاص شرحت وكفي. أبغى تم أشرح عشان تقتنعون، والله اللي يحبني يبغى يفهم كلامي يعني. ما علينا، زي ما شفتوا طلعت الفوط هنا خلاص، أنا إيش سويت هنا بتشوفون إن شاء الله بالتنظيم اللي بجولة المطبخ، راح أوريكم داخل الدروج كامل. شوفوا أنا إيش سويت هنا، جمعت الفوط الحال، فوط المغسلة، فوط التلميع، فوط تلميع الخشب، تلميع الزجاج، جمعت كل شيء بسلة ورتبتهم هنا. هذول اللبدات اللي تحت الأشياء الحارة، عندي مثلا طنجرة بشيلها عن النار بحطها هنا الأغراض، كمان قاعدات الأكواب، عندي كوب نسكافيه، عندي كوب كابتشينو أبغى أحطه على طاولة، أبغى أحطه على شيء كذا أدلع نفسي، باخذ والله القاعدة هذه وأحطها تحت. هذا الصوف اللي معاي اللي سألتوني كثير عليه، أم سارة هذا شغلك بتريك؟ ولا والله بنات مو بشغلي أبدا أبدا، والله هذا مو بشغلي، هذا جاني هدية من الإعلان يعني، ووريتكم الإعلان قبل. هنا هذول كانوا وسخات برميهم بالغسالة عشان ينغسلون، رتبت كذا القاعدة ورتبت الأكواب زي ما أنتم شايفين، هذه جتني من صديقتي الله يسعدها يا رب، كمان قاعدة للأكواب ماني راضي أرميها ومحتفظة فيها يعني. خلاص جمعت كذا الأغراض كلها مع بعض ورتبتها، وبتشوفونها إن شاء الله كلها بجولة المطبخ إن شاء الله. هنا جيت العلب الشاي والقهوة والسكر، إيش رأيكم بالعلب الجميلة هذه؟ يا الله إيش كثر خطفت قلبي، ما تتخيلون سعرهم كم، سعرهم تحفة، خذيتهم من عند قصر الأواني. خلوها بس بالجولة بعلمكم من وين، تخيلوا أول ما شفتهم ماما من عندي قالت هذول من وين، حلوات منظرهم مرة حلو، فانبهرت ماما بالسعر، أخذيتهم من قصر الأواني أتوقع، أي من قصر الأواني، كان في أشكال كثيرة من قصر الأواني ولا من هزاز، أتوقع من هزاز، من هزاز. جيت هنا علشان أرتب الشمع، وقت حنا نقلنا من البيت خلاص وطلعنا من البيت، أثناء النقل أكيد صار في ارتجاج ومشالوا الأغراض، فنحاست علبة الفحم، هذا الفحم سريع الاشتعال كمان جاني من الإعلان، فعبيته هنا داخل عبيته كذا داخل السلة، لا هذا مش هذا اللي جاني من الإعلان، لا اللي جاني من الإعلان الفحم الأسود اللي داخل، أما الملون أنا جبته أتوقع، فأبغى أرتب كذا الأغراض داخل الصندوق. طلبتوني أتكلم على اللباد اللي داخل الدروج، طلبتوني أتكلم على الفينيل اللي حطيته، طلبتوني أتكلم على الورق، أشياء كثيرة طلبتوني فيها، والله من عيوني تامرون أمر، بس أسوي الجولة إن شاء الله بحكي على كل شيء، بس ها ديري بالك تسوين سكيب، بنتفك بنتفكم، لأن الجولات أنا أشرحها بذمة وضمير، أتعب تصويرها، فدائما لما أصور مثلا الفينيل هذا سمكه كيت كيت، سعره كيت كيت، أجي تعليق يقولي طب أنت بكم خذيتي؟ لا عاد كذا ما يصير يعني، أكون مرة شارحة كذا وتعبانة بالشرح، وآخر شيء تجي وحدة تسأل. فالفيديو اللي بعد بكرة إن شاء الله الجولة بالمطبخ بنتكلم عاد بذمة وضمير كل حاجة، بقولكم أنا ليش تأخرت بالمطبخ وإيش الأشياء اللي واجهتني وليش أنا تأخرت ما صورت بيتي، المهم أشياء كثيرة يعني. برضو من الأشياء اللي أخرتني بتكلم عليه هنا يعني، كان عندي إعلان، يفترض أنه إعلان ستارة ومفرش المطبخ اللي تابعوا معي بالإنستغرام، مع الأسف الطلب مرة تأخر مرة تأخر مرة تأخر، يعني كان اتفاقنا أسبوع ونص، وصل الطلب بعد 3 أسابيع، ومع الأسف مو نفس اللي أنا أبغاه، خطأ يعني صار منها، الحمد لله على كل حال الله يوفقها يا رب ويرزقها،
بس يعني بعد التأخير هذا تخيلوا خابت كل أمالي، طلع شيء مختلف، طلع الشغل مختلف. رفضت طبعا أنا أسوي الإعلان عشان المصداقية، يعني لو الطلب اللي يوصلني مثلا أقول إنه في حاجة مثلا تشفع له إنه أنا أسوي إيه، بس ما أدري، لا ما في دقة بالمواعيد، الشغل كان ممتاز يعني الخياطة وكذا، بس مو الحاجة اللي أنا أبغاها اللي اتفق عليها العميل، وصلتني عكس، فهمتوا علي؟ فلا رفضت إنه أستلم الطلب، والحمد لله ما أبغى أدخل بالتفاصيل، لكن الحمد لله على كل حال. خلاص الحين أبغى أدخل بسالفة رمضان. يا أم سارة سوي مفرزنات رمضان، في شق عاد آخر يقول رمضان مو للأكل، والله بنات تشتمون الأكل البيبان، طبعا رمضان مو للأكل، بس كيف نتعبد إحنا ما طبخنا، فهمتوني؟ كيف نتعبد وإحنا ما طبخنا؟ فانتظروني بإذن الله تعالى بمفرزنات رمضان. الحين هنا هذه الأغراض بوديها لدورة المياه خلاص، وهنا ببدأ أعبي أغراض المطبخ اللي هي المعقمات وما المعقمات والمنظفات حقات الأرضيات، خلاص كلها قاعدة أعبيها كذا بالسلة. وأبغى أوريكم الشركة هذه يا بنات، فظيعة فظيعة فظيعة، ديتول 3 حبات بـ5، لا تتعدونه، خيالي خيالي. كمان خذيت اللي زيه اللي هو هذا الملمع الزجاج، برضو فظيع فظيع من نفس الشركة. حلو، هنا حطيت المعقمات، وبالسلة الثانية إن شاء الله راح أحط ملمعات الزجاج، ملمعات الأفران. طبعا أنا سويت درج كامل للمنظفات، بوريكم إياه إن شاء الله بالجولة بالمطبخ. قولي يا مصارك الشيء بالجولة بالمطبخ، يلا نزليه خلصينه. طيب كذا خلاص الحين هذا المعقم حق الزجاج قاعد أوريكم إياه والملمع، كذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما حبيت أطول عليكم، فيديو خفيف ولطيف كذا، انتظروني بالفيديو الجاي إن شاء الله. خلاص الفيديو الأخير بمشيئة الله تعالى. هنا قبل ما نختم الفيديو، أنا كان عندي علب جبت استيكرات وكتبت عليها عشان أعرف إيش اللي داخل العلب. دائما التدوين يخدم، دائما التدوين يخدم، قد ما قدرتي دوني على علبك علشان تعرفين إيش اللي داخل العلب، ما تتوهين وتصيرين تفتحين. حتى لما تفتحين الدرج تشوفين الأغراض مرتبة تحسين كذا براحة نفسية. لا تكتبولي تحت بالتعليقات خطك حلو، أدري خطي حلو. شو اسوي عاد، دائما توليها بالتعليقات، وبغيت اتكلم علي امدح نفسي يعني عادي كذا، تكه صغيره نمدح انفسنا فيها. كذا حطينا الملصقات تمام التمام خلاص، ورتبنا داخل الدرج. وهنا كمان حطيت، انا ليش ختمت الفيديو كان باقي كل هذا عندي، انا ماني عارفه. هنا حطيت الاغراض الثانيه، حطيت كمان التتبيلات، كل شيء حطيته داخل السلال. وهنا كنت حاطه سلتين، سله حطيت فيها الموالح اللي انا اشتريها، قرمش بسكوت حاجة مالحة، مكسرات يعني أكياس صغيرة، مو الأكياس الكبيرة بالفريزر، بس أكياس صغيرة بسكوت كذا أحطه هنا. حلو، أما السلة الثانية أحط فيها الشوكولاتات الحلويات علشان لما يجيني أحد أطلع على طول وأحط، ما أتوه بين الأغراض. كذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، فيديو خفيف لطيف ظريف، والمفاجأة بإذن الله تعالى بعد بكرة. خليكم قريبات، إذا حبيتي قناة أم سارة حياكي الله عندها بالقناة واشتركي، وإذا حبيتي الفيديو دعميني بلايك. أشوفكم على خير إن شاء الله تعالى. كذا نقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.